ناحيه ياسين الشماخي. ياسين الشماخي يراوغ، ياسين الشماخي يدخل منطقه عمليات، ياسين ايش يعمل؟ يمرر وراقي العواني يفتتح التسجيل. 19 دقيقة لعب، راقي العواني يفتتح التسجيل هنا في أولمبي سوسة. واحد لتوال، لا شيء، قوي في القفصة، يتوغل ياسين الشماخي بعد تمريرة من حسين بن علي، يعدي اللاعب لول ويتوغل في منطقة العمليات ويمرر كورة، خطأ دفاعي، يلقى روحه راس راس مع حارس المرمى، وهدف أول لصالح، نشوفوا الإعادة، راقي العواني بساقه اليسار يفتتح النتيجة والتسجيل. تمريرة ممتازة جدا وخطأ في الدفاع، وراقي العواني يحط الكرة في شباك نديم بالثابت معلنا عن افتتاح النتيجة وأولى الأهداف في ملعب أولمبي سوسة. النجم واحد، القوافل لا شيء. مطالب بأكثر عمل على المستوى الذهني، توزيع ممتازة جدا، التمرير مرة أخرى مرة ولا هدف تعادل، ولا هدف التعادل عن طريق محمد أمين العجيمي. ممتازة العملية في مرة أولى وخطأ دفاعي، ومن ثم الكرة ترجع قدام محمد أمين العجيمي يسجل الهدف في توقيت 45+2. محمد أمين العجيمي يعدل النتيجة في توقيت 45+2. خلينا نثبت ولو محمد أمين العجيمي أم نويل أكباري. نويل أكباري هو الذي سجل، نويل أكباري هو الذي سجل هدف التعادل. إيفواري، القوافل الرياضية بقفصة، شكرا لزملائنا التقنيين اللي أمنونا الإعادة، ونويل أكباري على مرتين ويسجل الهدف لصالح قوافل قفصة ويعدل النتيجة. لمحمد أمين الجبالي يلعبها مع سميلا سيدي بي، طويلة كورتو وموجود نديم بن ثابت، خاطئ يخرج يصوب، جول يوسف العبدلي، خروج خاطئ من نديم بن ثابت، يعمل كنترول يتجاوزه اللاعب يوسف العبدلي ويحط الكرة في شباك قوافل قفصة ونديم بن ثابت، شباك خالية، شباك فارغة، والنجم الرياضي الساحلي يسجل الهدف الثاني في 55 دقيقة لعب. اثنين، نشوفوا الخطأ، يتجاوزوا العبدلي ويصوب في شباك شبه خالية، يعني المدافع ما يجم يعمل حتى شيء، وهدف ثاني لصالح النجم الرياضي الساحلي عن طريق يوسف العبدلي. نشوفوا الإعادة مرة أخرى، مراوغة من يوسف العبدلي بالحارس، خروج في غير محله من نديم بن ثابت، ولكن رأس حربة النجم الرياضي الساحلي يوسف العبدلي يسجل الهدف الثاني في توقيت 55 دقيقة لعب، يعيد الأسبقية للنجمة الساحلية.